السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مع المدرب محمد. واليوم بكمل عن الحلقة السابقة اللي هي الرؤية المستقبلية الشخصية. يعني كل شخص على وجه الأرض لازم يكون عنده رؤية خاصة فيه لمستقبله، وين رايح، لازم يعرف مين أنا وين أنا هلأ في الوقت الحالي ولوين رايح في المستقبل. لما تكون هاي واضحة عند الإنسان، فبالتالي صار في عنده صورة معينة مستقبلية للأمور اللي هتحصل معه. خلينا نجيبها كمثل، المشاريع الهندسية، بناء المباني، دائما بيجي المهندسين قبل ما يعملوا أي شيء بيقولوا هاي شقفة الأرض، بيجي بحطوا تصميم، بيعملوا عليها كل الخرائط لحتى ايش يقدر يجي المقاول ويبني المبنى عليها. فبالتالي نفس الشيء الانسان اذا ما كان عنده رؤية معينة للأرض، رؤية معينة لوين رايح، فما بيقدر يعمل مخططات مشان يقدر يوصل لهناك. ومنرجع لأيام زمان، لأنه ما كان في معرفة أيام زمان، فبالتالي ما كان في رؤية مستقبلية، كانت الرؤية فقط خلينا نقول دينية إلهية مش ربوبية، لأنه بدنا نفرق بين الربوبية والإلهية. الإلهية أو الألوهية إنه الواحد في التعبد في الشعائر في الشغلات، أما الربوبية فهي في ملك الله عز وجل، هاي الأرض اللي إحنا بدنا نعمرها، اللي إحنا خلفاء في الأرض. فبالتالي هون لازم يكون في إلنا إشي وهون إلنا إشي. فكنا بالزمنات لأنه حدود المعرفة وسقف المعرفة كان قليل في ظواهر الطبيعة في هاي الأمور، بما أنه كان سقفنا المعرفة قليل جدا، فما كان الواحد يقدر يعمل كتير. كان إجمالا كانت نتذكر العصور القديمة كانت الزراعة، كل الناس بالزراعة، فكان الواحد يتجوز بكير، ومعظم الناس كانت تتزوج هيك بكير. ليش؟ جاب يد عاملة، وهذا شيء طبيعي. ولما يجيب يد عامل جديد صار في عنده دخل إشي، وصار الزواج، وصار يخلفوا أولاد كتير، بتلاقي بيخلفوا كانوا 10-11، لأنه هاي كلياتها بتصير يد عاملة إلهم، بتساعدهم في الزراعة وفي الحقول. ولاحظوا كل عائلاتنا السابقة، كل أهالينا السابقين كان عندهم 10 أولاد 12 ولد. بينما لما سقف المعرفة زاد عنا وبدأ يصير عنا أعلى مما كان سابق، بدأت تخف نسب الولادات، وبدأ الواحد إيش على 3-4-5، يعني أهلينا إحنا 5-6 صارت تقل. هلأ الجيل الجديد بقول لك 2-3 بكفي، مزبوط، يعلم الله بعدين. هلأ الغرب بعدوش يخلفوا بالمرة. فهون لازم نعرف لما يكون عنا سقف المعرفة بزيد، بنقدر نشوف رؤية مستقبلية، لأن منحدد هاي الرؤية المستقبلية، وبناء عليه بنبني خططنا اللي حتى نوصل لهذا المستقبل اللي احنا رسمناه بأنفسنا. هلأ نيجي شو علاقة هذا الكلام كلياته بالعلاقات الأسرية. ما انت لما تحط هاي الخطط، فبالتالي من خططك أن يكون عندك شريك حياة اللي هو الزوج، إن كان للمرأة أو للرجل، أو للمرأة أو للرجل، يعني ذكر أو أنثى، بدك شريك حياة تقدر تمشي هذا المخطط. لاحظ أنت في كتير أوقات الإنسان بأي شغلة بيشتغلها ما بيقدر يشتغل لحاله، لازم يكون معاه حدا. يعني أنا بعمل الفيديو هذا ما بقدر أعمله لحالي، لازم في واحد يجي يقعد يعمل إديت، لازم في واحد يحطه على المنصات، وبالتالي في معاي ناس بتشتغل. يعني اي اشي بدك تمشي فيه انت
لازم يكون معك شريك حياة ومؤنس، ولازم يكون ومن طبيعة الإنسان ومن غريزة الإنسان اللي هي التوالد والتكاثر، فهي بغريزية يعني لازم يكون عندك زوجة. هلأ العلاقة المرتبطة بالرؤية هي انك انت لما عندك مخطط، عندك رؤية وعندك مخطط، بيصير اختيار الزوج يأتي عن علم ومعرفة. يعني هل هذا الزوج اللي حيكون شريك حيكون معاك ماشي بنفس الطموح، ولا حيكون عائق لك في مستقبلك ما تقدر تمشي؟ ممكن تقول لي انا ما بعرف حيكون عائق ولا لا. لا بتعرف لما انت تيجي تحط مواصفات معينة انه انا اللي بدي اياه، يعني ستاندرد. من يلاحظ احنا حتى في البناءات الهندسية، حتى في السيارات، في اي برودكت احنا بنصنعه، في اي منتج احنا بنصنعه، بنبقى حاطين مواصفات. بتروح عند الحكومة عندهم مواصفات لتستخدم بضائع من الخارج، او لتصنع بضائع عندك، او لتبني مستشفى. كل شيء له مواصفات معينة. فبالتالي حتى الزوج، حتى الزوج إن كان ذكر أو أنثى، له مواصفات اللي هي تتماشى مع فكرك أنت ومع طريقة حياتك اللي أنت ربيت عليها. ولاحظوا معظم الزواجات الناجحة تكون مبنية على هذا المستوى. أما لما تيجي تأخذ إنسان الفكر تبعه مختلف عن فكرك والرؤية تبعه مختلفة عن الرؤية تبعك، فبالتالي حيصير في عنا انشقاق، حيصير في عنا عدم تكافؤ، ومن هون تبدأ المشاكل الزوجية. إن شاء الله حوسع في هذا النطاق في هذا الحلقات في يوم تاني، في حلقة تاني، حتى أقدر أوصل للمشاهد إنه زيادة المعرفة ومواصفات الزوج مهم جدا، وكيف يتم الاختيار إن شاء الله. وحتى أؤكد لكم على إنه ومع وبالرغم إنه أنتم متزوجين الآن، وإلكم 10 سنين و20 سنة متزوجين، ممكن إعادة التقييم وإعادة التخطيط. ومنلاحظ إحنا حتى في مباني بتكون بنيت هندسيا وجاهزة، بيجوا بعض الناس بيقولوا هذا مبنى سكني بدي غيره أوتيل، بتلاقي يعمل مخططات جديدة وغيره. نفس الشيء العلاقة الزوجية، نفس الشيء في أي شيء في الحياة. بتكون أنت قاصد شيء بدي غيره، غير مخططات بس، اعمل إعادة تطوير، إعادة تطوير، صيانة عامة، بتعيدها وبنرجع بنغير كل هاي الأمور. وهذا الشيء المخطط الجديد بده 2 رجل، زوج وزوج، ذكر وأنثى. وأتمنى تكون هاي المعلومات فادتكم اليوم، وأتمنى لكم التوفيق. وإذا عجبكم هذا المقطع رجاء شاركوه حتى الناس تستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.